عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحافظات الجيزة وأسوان وبني سويف وقنا ومدن 15 مايو وحدائق أكتوبر. خلال الاجتماع استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، ومشددا على ضرورة المتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ والإدارة الجيدة لمواقع العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة.